أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، فلقد دار الحديث في اللقاء الماضي عن قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وسبق الحديث عن المقصود بالمطهرين في مستويات متعددة. ولكن في الجانب العملي ذكرت أن علماء الإسلام تقريبا في اتجاههم العام يمضون إلى أمرين: إلى توقير القرآن واحترامه وعدم تدنيسه، ويمضون كذلك إلى تيسير استعماله وفتحه والاتصال به. وهذان الأمران، أي أن القرآن لا يمس إلا على طهارة، هو الأصل، لأنه استجابة لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في المعنى البشري، أي المعنى الذي يحتاجه البشر، وهو ما أفادته النصوص الحديثية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصيب أن لا يمس المصحف إلا طاهر. فهذه الطهارة إذن مطلوبة في شكل عام، لكن في الحالات التي يتعذر فيها أن يمس الإنسان المصحف فللفقه في ذلك قول آخر. الأصل أن الإنسان لا يمس المصحف جنبا، محدثا، حدثا كبيرا أو صغيرا، لا يمس المصحف بالذات ولو على محمل إلا أن يكون طاهرا، هذا هو الأصل والحكم الكبير. المرأة الحائض، رأى فقهاء المالكية خاصة أنها يمكنها أن تمس المصحف، أن تقرأ، لأن الحيض بالنسبة إليها ليس بمثابة الجنابة بالنسبة للجنوب، لأن الجنوب يملك أن يتطهر، لكن الحائض لا تملك أن تتطهر، ويصير التحريم بالنسبة إليها ثابتا حينما ينقطع الدم فيجب عليها الاغتسال. فمن مرحلة انقطاع الدم إلى الاغتسال يحرم عليها المس مصحف، لأنها حينئذ تملك وتستطيع أن تتوضأ، أن تغتسل وتمس المصحف. إذن هذا مسألة شاملة، لكن العلماء قالوا إن المصحف إذا كان هو مقصودا بالحمل، إذا كان هو المحمول هو المقصود بالحمل، فإن هذا الحكم يتنزل عليه. لكن إذا كان هو ضمن أشياء، أي كان الحمل معنى أن الإنسان له أغراض، صندوق فيه أشياء كثيرة ضمنها مصحف، وحينئذ يكون المصحف ليس هو المقصود بالحمل، وبالتالي يجوز حمل هذه الأغراض جميعها ككتلة، والمصحف من ضمنها، لأنه ليس المراد به، ليس متوجها به إلى أن يكون المصحف المقصود بالحمل. وقال الفقهاء أيضا إن ما يكتب لا على أساس أن يكون مصحفا، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن في نهاية الدرس الماضي طرح بعض الإخوان استشكالات. ما يكتب في لا على أساس أن يكون مصحفا، وإنما للتبرك، كأن يكتب مثلا جزء من آية أو آية في ورقة أو في صفحة أو شيء يعلق، فهذه تكتب على أساس التبرك بتلك الآية، ولكن لا على أساس أنها مصحف، وبالتالي فإنها يمكن أن تحمل وتمس لا على أساس المصحف، لأن الحديث عن الكتاب، كتاب المكنون الذي لا يمسه المطهر، وهذه آية جزء ليست مصحفا وإنما اقتبست ووضعت. وقد نجد هذا أيضا في الخواتيم،
قد يكتب هذا الخواتيم، أن يكتب الإنسان على خواتم على خاتمه مثلا جزءا من آية، فالله خير حفظه، يكتبها مثلا في خاتمه ويجعلها جزءا من مما يختم به ويطبع به وثائقه، فهذه أيضا ليست مصحفا وإنما هي جزء، يجوز فيها هذا الأمر، يجوز أن توضع. وقد كانت النقود توضع كذلك في توضع عليها آيات أو أجزاء من آيات، في بعض النقود المغربية ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يسفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، قد نجدها في بعض العملة، قد نستدرك كانت موجودة الآن، كانت موجودة في موجودة في العملة، والعملة هذه تبقى في سان ويدخل بها وشيء من هذا القبيل. إذن ففي هذه الحالات جميعها حينما لا يكون الأمر أكثر من تبرك أو جزءا من آية توضع على هذه الأشياء أي ليست مصحفا، قال الفقهاء بجواز ذلك، ثم قالوا بجواز مس المصحف أو مس كتابة القرآن وما واللوح الذي يكتب عليه القرآن بالنسبة للطفل. وقد سئل مالك رحمه الله كما في المدونة، سئل مالك عن الصبي يتعلم القرآن، قال لا بأس بذلك، صبي يتعلم القرآن قد لا يكون متوضئا، قد لا يكون أصلا مكلفا، قد يكون في السنة الخامسة أو كذا والسادسة يكتب وليس مكلفا أصلا، هو ليس مكلفا بالتكاليف الشرعية، وقد يكون أكبر من ذلك ويكتب المصحف، فهذا أيضا قال لا بأس به. وقالوا إن معلم يشكل اللوحة، المعلم يشكل اللوحة قد يكون دائما متوضئا، وقد فقال ما معناه أن لا بأس بذلك إن كان خفيفا، أي الأصل أن المعلم يتوضأ، ولكن إذا كان ذلك خفيفا أي يأتي مرة بعد المرة ما يكونش دائب، والمعلم القرآن من أحسن أنه من أدبه أنه يكون متوضئا فيجوز. وكذلك ذكرت لكم المرأة الحائض تتعلم العلم تتعلم القرآن وقد يقع لها هذا. كتب النحو الآن وكتب كثيرة كتب الأدب يحملها الناس ويقرؤون فيها موضوعات في البلاغة مثلا، لكن الشاهد دائما يكون شاهدا من القرآن، شاهد من القرآن أي الاستعارة، حينما تقرأ الاستعارة دائما تقرأ كذا، لأن كل كتب البلاغة شواهدها القرآنية، ولكن هذه الشواهد ليست هي ليست مصحفا وإنما هي مثل ما يكتب في لوحة تكتب على جدار أو ما أشبه ذلك، أي تؤخذ للاقتباس، كما جوزوا أخذ التعوذ بها أو قراءة آية للرقية وما أشبه ذلك مما ترخص الناس. بمعنى أن الحكم الآن واضح، الحكم العام هو تعظيم هذا القرآن وعدم مسه، وفي الظرف العادي أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ أو أن يتعبد أن يعبد الله تعالى وأن يمس المصحف أن يحترم هذا المصحف ويتهيأ لذلك بالطهارة. لكن في حالة التي ذكرت لكم في حالة الحيض كما بينت بالنسبة للنساء قبل توقف الدم، في حالة تعليم الصبيان، في حالة تعلم الصبيان، في حالات الاقتباس، في حالات التبرك وما أشبه ذلك، فهذا فيه توسعة حتى لا تنقطع بالناس صلتهم، تنقطع صلة الناس بالقرآن الكريم. إذن فهذا الذي كان يهمنا من هذا الأمر، أي أمر أن يمس الإنسان المصحف وهو على طهارة، والأمر هو كل تهيئ النفس ل التعامل مع القرآن. حينما يتوضأ الإنسان وفي استعداد نفسه وتجميع، لأن التوضأ أن يقرأ الإنسان أن يصلي الإنسان قبل ذلك مثلا ركعتين، أن يستقبل القبلة، أن يتشمر، هو كله علامة على استعداد والتهيؤ. وأنت ترى أن الناس حينما مثلا تقرأ آيات القرآن ف
فيتهيأ المتهيئ المؤمن يتهيأ ويسمعها مثلا في الشاشة أو كذا ويجتمع يخرج منها بفائدة كبيرة ويشعر بأنه تفاعل مع القرآن. ولكن حينما يقرأ الناس يقرأ القارئ القرآن والناس منشغلون في حديثهم وفي لهوهم وهذا متكئ وذاك يشرب كذا وهذا، فهذا يؤدي إلى تشتت الذهن والاهتمام، وطبعا لا يبقى في الإنسان متسع أو قدرة فكرية ليركز على القرآن. ولا يقع للناس عند العامة، الناس يقرؤون القرآن في بعد البيوت وفي الوقت الذي يتلى فيه القرآن ويفترض في جميع الفكر، ينشغل الناس بصب الشاي أو بتوزيع الشاي أو هذا كله من سوء الأدب مع القرآن. وهذه أشياء ليس من بعيد وليس من الصعب أن نزيلها من تجمعاتنا. يكفي في بعض المرات ملاحظة شخص، مش يكون ضروري أن يكون العالم حاضرا، أي إنسان يقول لفلان انتظر حتى ينهي إذا كان الناس ينشدون أناشيد أو مشبه ذلك، هذه ليس لها الحرمة، ينشد الناس ويصب الشاي ما كانت شيء مشكل. ولكن القرآن كلام الله وله حرمة وله خصوصية، فنعلم الناس أن لا يقع لهم هذا الأمر. وبعض الناس يفعل هذا عن جهل وعن وهو جهل مقيت ولا شك في ذلك، ولكن الذين يحضرون يمكنهم أن يقوموا ويسددوا ويقول فلان يا فلان انتظر إلى أن ينهى هذا. والذي يقرأ القرآن كذلك يفرض فيه ألا أن يراعي استعدادات الناس لسماع القرآن، لا يضايقهم بالقرآن. بالمرات يأتي بعض الناس يتنافسون في قراءة القرآن، يقرأ هذا ويسكت هذا ويقرأ الآخر ويسكت هذا ويقرأ الآخر، فكل يريد أن يقرأ حظه. إحنا ما نحن في مسابقة، فنحن نقرأ نشاطنا ونصلي نشاطنا، أي نفسنا قال ليقم أحدكم نشاطه، إذا ما دمت مستعدا وما دمت مستوعبا. لكن في حالات كثيرة ربما أنت لا تكون مستعدا ولا مستوعبا، والأولى أن لا نجعل الإنسان في هذا الحرج، وأولى أن يستأذن القارئ ليقول الناس هل أقرأ لكم كما ذكرت لكم في لقاء مضى. ثم يقول الله تعالى بعد هذا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. هذا الجزء الآن نتوقف إن شاء الله بإذن الله عنده، وهو استفهام إنكاري، استفهام إنكاري فيه معنى أن ما يفعل شيء غريب وشيء عجيب وشيء لا يصح. هذا الحديث أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، هذا الحديث الآن هو القرآن الكريم كما ذهب إلى ذلك جمهرة علماء التفسير. أبهذا الحديث أبهذا القرآن أنتم مدهنون، هذا الحديث سبق هذا القرآن أو هذا الحديث سبق الحديث عنه، هذا الحديث الذي سماه الله سبحانه وتعالى قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إذن فالكلام سابقا كان عن هذا الحديث وعن القرآن، ثم أشار الله إليه بهذا الحديث واستعمل اسم الإشارة، ولم يقل الله تعالى أفبه، لم يستعمل الضمير، لأن الكلام حينما يكون موجودا يستعمل دائما الضمير، لأن الضمير وسيلة من وسائل التخفف في الجملة العربية، الضمير وسيلة من وسائل التخفف. جاء زيد مثلا وعمر وبكر وأكرمته، فإن قلت أكرمته وهي ثلاثة الآن، فالضمير يعود على الأقرب، على أقرب مذكور. وأكرمته، فلو قلت جاء زيد وعمر وبكر وأكرمتهم لكان الضمير ضمير جمع يعود على ثلاثة، جاء زيد وعمر وبكر وأكرمتهما لكان يعود على الأخيرين، وجاء زيد وعمر وأكرمته يكون
الأخير. لذلك حينما يقول بعض الأدباء عندنا وبعض الكتاب عندنا جاء كذا كذا وأكرمت هذا الأخير وأكرمت هذا الأخير، نقول له لا تقل هذا الأخير، لأنك بمجرد أن تقول الضمير فهو المعروف هو الأخير غالبا، اللي نقول الضمير يعود على أقرب مذكور غالبا، مش دائما ولكن غالبا، فإن قلت أكرمته فالضمير يعود على وهذا من عبقرية اللغة العربية ومن اختصارها. والذين يقولون وجاء كما فعل مع هذا الأخير أن يقول كما فعل معه، معه تكون الضمير مغنية عن كلمة الأخير، لأن هذه كلمة أوروبية تستعمل في الأسلوب العربي وهي مجوجة ومستغنى عنها بالضمير. لكن في حينما يعدل القرآن أفبه، لم يقل الله تعالى أفبه وأنتم مدهنون، قال أفبهذا، انتقل من الضمير إلى اسم الإشارة، فذلك خلاف مقتضى الظاهر، أي الظاهر من اللفظ أن يكون الضمير، لكن إذا عدل القرآن عن الضمير إلى اسم الإشارة فمن أجل الإثارة ومن أجل تمييز القرآن وتنويه إليه وإبرازه، فهذه اسم الإشارة هنا قد تستعمل في بعض المرات استعمالا عاديا، هذا وذاك وذلك، تقول هذا وذاك وذلك للبعيد، هذا للقريب وذاك للمتوسط وذلك بإضافة اللام للبعيد أصلا. لكن في بعض المرات لا تريد أن تقول هذا بهذا المعنى، بمعنى الإشارة، بل بمعنى آخر، تقول لصاحبك مثلا كذا، جاءني هذا يريد أن يأخذ مني كذا وكذا، فقولك جاءني هذا في معنى الإشارة وأنت تعرف اسمه، ما تقولش جاءني محمد، قال جاءني هذا، لا تسميه وإنما تشير إليه بهذا، فيه معنى من المعاني كأنك تتجاهله، كأنك لا تعرفه، كأنك لا تشرفه بذكر اسمه، فهذا معنى. إذا فيكون الذكر اسم الإشارة هنا له معنى بلاغي. هذا الذي قال وما قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، حينما كان أحد آل البيت يطوف والناس متحلقون حوله، كانوا معه يطوفون حوله وهم معزون له والخليفة ينظر من بعيد، فكأنه لم يعرف وقال من هذا، فقال الكميت ما قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، لما قال ما من هذا ويعرفه، فهذا هي عبارة عن ازدراء واحتقار. وقد تكون بمعنى المناقض هو الرفعة والإعلاء والتصعيد وإبانة القيمة، هذا طبعا هذه أساليب العربية المستوى النحوي الذي نقرأه، نقرأ فيه اسم الإشارة للقريب للبعيد، يكون مفعولا يكون مبنيا يكون فاعلا يكون مبنيا إلى غير ذلك، هذا في المجال النحوي. لكن في مجال الأداء، المجال البياني والبلاغي، هناك معنى آخر، لأن النحو لا يغني عن البيان والبلاغة، النحو لا يغني عن البيان والبلاغة، وإن كنت ذكرت لكم أن النحو يعين على المعنى، هذا من بعد إن شاء الله أنا نفتح هذا القوس لربما لا يأتي. أنا ذكرت لكم أن الذي يتحدث الآن ويقول كذا وكذا وقال هذا الأخير، لا يعرف لغة العرب، لأن قلت ضمير يعني الأخير، ضمير يعني الأخير، آخر أقرب المذكورين، أقرب المذكور هو هذا الأخير، لا نحتاج إلى حينما نقول مثلا في كلام العربي ضرب موسى عيسى، ضرب موسى عيسى، كيف نعربه؟ موسى نعربه فاعلا، ونعرب عيسى مفعولا، ونحن
نعرف أن المفعول يمكن أن يتقدم على الفاعل. لماذا لا يكون موسى هو الذي ضرب وأن عيسى هو الذي ضرب؟ لأن تقديم المفعول على الفاعل أمر جائز. ضرب التلميذ معلم أو معلمه، ضرب التلميذ معلمه، فالتلميذ مفعول، أو علم، سلمنا ضرب، علم التلميذ معلمه، ها علم، ها إيش مفعول مقدم والمعلم فاعل مؤخر. مش ضروري أن المعلم المفعول دائما يكون إياك نعبد، المفعول مقدم على الفعل والفاعل معا، والترتيب ترتيب الجملة نعبدك أو نعبد إياك، فنعبد فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، وإياك مفعول به. على كل إذن في الفاعل والمفعول يتناوبان في المكان، لكن لما نقول ضرب موسى عيسى يكون هنا الإعراب متعذر، ليس لا نستطيع أن نعرف، ليس لأحد الاسمين حركة فيه الألف تعذر، لا يمكنك أن تضع فوقه لا ضمة ولا فتحة ولا فتحة ولا وأكسر، الألف لا تحمل شيء من هذه الحركات. يبقى إذن ضروري أن يكون الأول فاعلا والثاني مفعولا، فمن قال خلاف هذا لم يفهم كلام العرب، فالعرب لا تفهم هذا إلا على قاعدة أن الرتبة محفوظة، قاعدة إذا تعذرت الحركة كانت الرتبة محفوظة، إذا تعذرت الحركة كانت الرتبة محفوظة، الفاعل متقدم والمفعول به متأخر. عشان أقول لكم هذا الكلام، أقول هذا الكلام للذين يقولون إن كلام العرب يحتمل كثير من المعاني والتأويلات، هذه الجملة فيها معاني كثيرة، هذه الجملة يمكن أن تكون بمعنى كذا ويمكن أن تكون بمعنى كذا ويمكن أن تكون بمعنى كذا. لمن لا يعرف العربية، صحيح، لمن لا يعرف العربية، عندنا قرائن متعددة تحدد المعنى، هذه القرائن من جملتها الرتبة، من جملتها الحركة الإعرابية، ومنها النغمة، ومنها تقريبا شي سبعة ديال مرة أخرى إن شاء الله يكون الوقت ونذكرها إن شاء الله. لماذا نقول لكم على هذا بالضبط نمشي لهذا؟ لأن هؤلاء الذين يقولون إن كلام الله له تأويلات كثيرة، نقول كثيرة ولكن بأي مقياس؟ بمقياس الذي يريد أن يشتغل مع كتاب الله بلا ضوابط. لكن إذا كنت تعرف ضوابطك في استمداد المعنى من النص، فالنص تحكمه ضوابط. احنا ما عندناش هذه الجملة. الله سبحانه وتعالى قال بلسان عربي مبين، كتاب مبين، فالقرآن يسميه الله تعالى كتابا مبينا، وأنت تريد أن تجعله كتابا مشكلا، كله تأويلات ليس له معنى. ما عندناش هذا خلاف. إذا كان الله تعالى يقول كتاب مبين وتقول هذه الآية كيف نقرأ؟ إذن هذه تحتمل تأويلات كثيرة. علاش نقول لكم تأويلات؟ التأويل عندنا في التأويل عندنا في ضرورات، تأويل ضرورة ماشي أصل، والتأويل له شروط، وما يؤول وما لا يؤول معروف في كتب أصول الفقه، ومعروف في وقول الشباب ديالنا حيوا هذه المعلومات. الآن الناس المسلمون جالسين على الأرض لا يتحركون، الثقافة الآن تموج، صراع دامي، الآن صراع دامي كبير جدا، ما عمرنا ما عشنا في حياة المسلمين أن هنالك حركة هجومية ضد الإسلام مثل هذا الأمر. والعجيب العجيب أنه لا أحد يكتب، ما قلناش دبزوا مع الناس ولا دخلوا في الصراع ولا في، ولكن يجب أن يبين كل هذا. الذي يكتب الآن يدير دكتوراه في أصول الفقه عباد الله وفي علوم القرآن، ما يمنعه أن يبين الحقيقة؟ الأناس اللي سووا الآن من أهل هذه الجهة تحدثون عن، أنا كنت المرات الماضية تعمدت أن أتحدث لكم عن تدوين القرآن. لماذا؟ لأن هذا يجب أن يكون ثقافة عامة. هل
هذا الإسلام الذي نريد الآن أن نصل إلى الإسلام دروشة وإسلام خرافات والخزعبلات هذا يجب أن نتوقف عن هذا الانهيار. انهيار هذا يجب أن نقف معه. معنى أن الناس كلهم كل الناس يأخذون في هذا الدين ويأخذون بما يشاءون ويضربون ويطعنون ويكتبون كتابات متواترة. وإحنا أنس شنو عندك هسي فلان؟ أنا عندي دكتورة. فاش عندك دكتورة؟ في أصول الفقه. إذا ما نفعتناش أصول الفقه هذه المرة فقط نفعنا بهذاك أصول الفقه. ديت بالدكتورة ناقشت به ولا في علوم القرآن ولا في الحديث ولا كذا. الآن البخاري يطعن لاختصاص حديث يشرك عليه السنة. صافي أنت خصك تدي الدكتورة ديتها فضيت ثالث. والآن الشباب نفسه كله الآن بحيث ما تقرأ يوميا توجد واحد مجموعة كبيرة من التهجمات. الآن في العالم الإسلامي كله الآن في خصومة مع كتاب واحد أمريكي أصدره يتهم الإسلام بأنه هو المحرض على الإرهاب ويسمي نبي الإسلام نبي الموت. الآن كي حركة قوية جدا. فتحوا أنتم محتاجون شوفوا رجعوا للإنترنت ورجعوا شوفوا كيف يعيشوا الناس ويفكروا الناس. أنا نقراوش مع النشاط ما غردنا شاي بالتي على نفس هذاك الإسلام اللي كيقول تولفنا هو هذاك ولا ما جاش اليوم يجي غدا ولا أحد يفتح كتاب ولا أحد يقرأ ولا أحد يتعلم ولا أحد يكتب ولا أحد يرد. هذا موت 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 في الحقيقة. إذن فهؤلاء الذين يقولون إن القرآن كله مؤول فيه قراءات متعددة الآن يؤسس شوفوا علم علم خاص الآن هو الآن يمضى فيه ويكتب فيه كثير من المثقفين علم التأويل الهرمنوطيقة. علم الهرمنوطيقة هو علم التأويل الذي يجعله أن كل نص قابل تأويل كل شيء قابل تأويل لا أحد يقل من قول ثانية اثنين إذ هما في الغار كيف تفسر اثنين فالآن نعيش في ذكر الهجرة ثانية اثنين من هو ثامن اثنين هل عندك اشتباه في ان الثاني هو ابو بكر الصديق ان الرفيق لرسول الله كان هو ابو بكر الصديق عندك اشكال في هذه تأولها قل هو الله احد تريد ان تؤولها اقيموا الصلاة تريد ان تؤولها من اين يأتي التأويل الا اذا كنت انت اعتدي على النص العدوان على النص اكثر من كل جرائم التي مرت كل ما فعل شيء قليل بالنسبة للعدوان على النص القرآني وتفجير النص القرآني وتفكيك النص القرآني هذا أسلوب الآن له الآن جيش يشتغل في هذا الاتجاه جيش كبير يشتغل في هذا الميدان ليقول للناس إذا صدقنا بهذه القضية لك تأويلات نعم تأويل قديم القراءة القديمة ابن عباس كان يقرأ القرآن قراءة قديمة وانت تقرأ قراءة جديدة ما عندناش هذا إن اللغة العربية تفر من الغموض لغة بيان ولذلك حتى في المجاز يقولون لا بد من ذكر قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي إذا قلت رأيت أسدا وتقصد بالأسد شجاع ها؟ لابد أن تذكر قرينة يعرف بها أنك لا تقصد الأسد الحقيقي إذا قلت رأيت أسدا هذا ماشي مجاز هذا تخليت في الهضرة إذن كيفاش تقول لقد كالمثال ديالنا في كتب البلاغة قرأوا البلاغة تشوفوا اش فيها من العجائب كان العلماء قل لقد رأيت أسدا في الحمام هكذا كانوا يقولوا ورأيت بحرا يخطب لأن إذا قلت رأيت بحرا يمكن مشيت السعودية وشفت البحر اش كي لكن قل رأيت بحرا يخطب فكون البحر طبعا نحن نعرف أنه لا يخطب ها فيخطب هذه قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي معنى الأصلي للبحر هو ذلك الذي نعرفه بحر الأبيض المتوسط ولا بحر البحر فحتى لا ينبهم على الناس فلا بد من ذكر قرينة إذن فإذا ذكرت القرينة فقد زال الغموض فكأنك تقول للناس أيها الناس إنني لا أقصد بالبحر الذي تعرفون لأن البحر الذي تعرفون لا يخطب ها؟
يشبهون المرأة بالشمس ويشبهونها بالظبية، ولكن في كل تشبيهاتهم يذكرون شيئا يصرف عن إرادة المعنى الحقيقي. هذه لغة العرب. من أين جاء الناس هذا الكلام العام، هذه العجمة التي تقول إن كل كلام العرب مؤول؟ سبحان الله. لما واحد الإنسان نأخذه نقول له سيدي انت ما تسوى ما تصلح تكافر، يزعف ويغضب، قلت لي كافر انت كذا كذا كذا، يطروا يقول هذا كلام مؤول، أولوه هني نفسنا، علاش خديته على معنى واحد؟ الكافر في اللغة قد يكون هو فلاح يعجب الكفارة، واخذها من ذاك الباب وقلنا في رأسنا لا، ما تكونش مؤولة، تكون في هذا الصداع والدباز. لما نقول المنافق فلان منافق يغضب، لماذا؟ لأنه حدد الاتجاه وقال بأن لا تحمل إلا معنى قدحية. المنافق هو عبارة عن فأر، الفأر الجربوع الصغير اسمك، والذي كان يسمى منافقا كان يسكن النافقاء، يدخل من هذه الباب ويخرج من الجهة الأخرى فسمي منافقا، والمنافق سمي كذلك. إذن لماذا لا تحمله على المعنى الآخر؟ الطبيعي ألا يحمله. الناس كيف يتعاملون؟ كيف يتبايعون إذا كانت اللغة كلها هكذا؟ كيف تكتب عقود البيع التي تفوت بها الأموال الطائلة كلها مؤولة؟ فلان باع الأرض الفلانية كذا كذا بكذا من مليون، تكون ذاك شيء ماشي مؤول. لا، أول ذاك العقد أوله وقل لا ماشي بارها غسل فالو أو أعطاله ما باع يكباع حتى يمكنها تؤول ولا لا. هؤلاء يخربون كل شيء في فكر الأمة، تخريب كبير جدا، تخريب عظيم. سببه أن الذين الآن إذا شوفوا يا إخوة الآن الفريضة الحقيقية شوف هي العلم، المثقفون يجب أن يعودوا إلى القواعد الحقيقية وهي قواعد المعرفة والعلم والحوار والمناقشة. ثقوا بأن الكثير الكثير من الناس يتراجعون ويرجعون إلى الحق لو سمعوا من يقول الحق، ماشي في شكل صدام ولا في شكل سرع أبدا، لكن في شكل إبداء الرأي وحوار. الآخر طبعا الذي لا يريد هذا لا يسمح بالحوار، الحوار هذه مسألة، ولكن مع ذلك يجب أن ننزل الحوار إلى الساحة من خلال ما يكتب، من خلال ما ينشر، من خلال ما يكون على أعمدة الصحف، يجب أن تكون أعمدة تثقف الناس ترفع مستواهم. ونعتقد الخير في الجميع، احنا نقول مشكلتنا هي مشكلة جهل، لنتعاون على إزالة الجهل، لنتعاون على إزالة الغموض، لنطرح الأشياء كما هي والموضوعات كما هي، لنقول في نهاية المطاف إن ربما الاتفاق سيسهر ويلتقي الناس حول كثير من الحقائق التي يجب أن يتفقوا حولها. إذن أنا أشرت في هذا واستطردت في هذا بمناسبة ذكر اسم الإشارة. الدرس ليس في اسم الإشارة، ولكن قلت إن اسم الإشارة له معنى وهو معنى تنويه لهذا الحديث، معنى إبراز قيمة هذا الحديث. هذا الحديث هو هذا الذي تحدث عنه كتاب الله أي القرآن نفسه، وسمى الله تعالى كتابه حديثا، الله نزل أحسن الحديث، وفي هذه الآية فبهذا الحديث أنتم مدهنون تعجبون، في بهذا الحديث يعجبون، ويعجب الإنسان بالحديث أي بالقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. فالحديث فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فهو حديث، فسمي حديثا على أساس أنه كلام يتلقاه الناس ويستفيدون منه أخباره. ولكن في المستوى العرفي التخصصي إذا قلنا الحديث في الإسلام فإنما نقصد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا الحديث ورد في الحديث لا نقصد القرآن، أي من حيث اللغة من حيث الاستعمال القرآن العام القرآن حديث.
لكن إذا ورد الحديث بإطلاق جاء في الحديث وتبث في الحديث وقارئ الحديث وكتب الحديث، فالمراد بها حديث خاص وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعرف أن الدلالة العرفية أخص من الدلالة اللغوية، أي كل كلام هو حديث. في القرآن الله سبحانه وتعالى سمى كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، إذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، حديثا فهو حديث بعموم، وكل كلام حديث، والقرآن حديث، والسنة حديث، حديث رسول الله حديث، وعلى كل حال عام. لكن في جانب آخر وهو جانب التخصص، إذا قيل الحديث فيقصد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلتبس بغيره. فلو أن إنسانا وقف وقفا، تقول وقف بمعنى حبس ويقال أوقف، صحيح، وإن كان المشائي هو وقف أو المستعمل. لو أن إنسانا وقف أرضا أو عقارا، وككن دي الأمة كي كانت عندها الرغبة في الآخرة، على طلاب الحديث، وهذا كان يقع، الإنسان يرى أن هناك علم الحديث، ما كانش الناس ينتكلوا، على مؤسسة ولا على جهة معينة ولا على وزارة ولا، فيقول هذا البناء وهذا العقار أو هذا الدكان أو الدار وقف على طلبة الحديث، أي من قرأ من طلبة الحديث الحديث يستحق بموجب ذلك، فإن خرج إن ترك لم يعد الوقف مصروفا إليه. إذا ترك الحديث وذهب ليقرأ شيء آخر لا يستفيد منه، هذا حديث بسبب، أي بسبب، هذا وقف بسبب وهو سبب طلب الحديث. إذا ورد في الوثيقة كتب هذا، فالوثيقة طبعا تحترم، لفظ المحبس أو الواقف كلفظ شارعي كما يقال، وإن كان بعض العلماء تعقب هذا الكلام، مهم يجب أن يحترم. وقف فلان كذا كذا جميع داره واقع في كذا كذا على طلبة الحديث، فما دام هناك طلبة يحفظون أو يشتغلون بالحديث يقرؤونه أو يحفظونه فيستحقون من ذلك الوقف. ولكن لا يمكن أن نعطي من ذلك الوقف مثلا من يقرأ حديثا آخر، يقرأ التاريخ مثلا أحاديث أخبار فيقول أنا أيضا أتعلم أحاديث القوم السابقين، نقول إن الذين يصرف إليهم هم طلاب ما يسمى بالحديث، وما يسمى بالحديث إنما هو الحديث طبعا وعلومه، تعرفون علوم الحديث، لأن الحديث لما نتكلم الآن كمصطلح ماشي غير نصوص الحديث، نصوص الحديث هذه هي عليها مدار الحديث، أما علوم الحديث فأكثر من 80 علما، أكثر من 80 علما كلها من علوم الحديث، علم الرجال وعلم المدلسين وفيه ذلك وطبقات الرجال وعلوم الضعفاء والمتروكين وما إلى ذلك، هذه علوم كثيرة أشار إليها غير واحد من العلماء ممن الذين تخصصوا وتفرغوا في هذا كتاب تدريب الراوي للسيوطي في مقدمة جدنا أن هذه العلوم أو هذا المدخل موجود مذكور هناك. على كل حال، إذن فالله تعالى سمى كتابه حديثا تسمية عامة تسمية لغوية، ويسمى حديثا في خلاف الاصطلاح. قال الرازي، تفرد الرازي فقال إن المراد بقول الله تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، إن المراد به أي بهذا الحديث ليس هو القرآن، ولكن ما سبق أن قالوه هم من حديث،
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا. هذا الحديث الذي صاروا قالوه ونطقوا به هو الذي أشارت إليه الآية، هذا قال به الرازي وتفرد به، ولكن عامة علماء التفسير أن المراد بهذا الحديث هو القرآن الكريم. إذا السؤال، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ أنتم مدهنون؟ اسم فاعل من فعل رباعي أدهن وداهن، تقول أدهن فلان وداهن، وكأن معناه هو أن يبطن شيئا ويظهر شيئا آخر، أو يلاين فيما هو حق، فيما هو حق، واشتقاق ذلك كله من الدهن، ودهن الرأس، تقول أدهن الرأس إذا طلا الرأس طلاها بالدهن وأصبحت الرأس لينة أو الشعر لينا بالدهن، يضع شيئا من الدهن إما القديم أو الحديث، فأخذ من ذلك أن الملاينة مداهنة، كأن الإنسان يلين الآخر، يريد أن يلين معه فيظهر له أنه موافق له في فكره وفي عقيدته وهو على خلاف ذلك. احنا عندنا استعمال الدهن الآن أو المداهنة أو أدهن، فيها معنى استعمال الدهن من أجل إزالة الخشونة في الشيء، الشيء يكون خشنا صلبا لا يتحرك، مثلا كالبكرة، البكرة ديك اللي يضرب عليها الحبل ديك الحاسي، بكرة ديك الجررة، تكون مستعصية وتحدث صوتا، فتضع لها شيئا من الدهن فتلين وتتحرك بيسر، وقد يكون لك دراجة كذلك فتحتاج إلى شيء من الدهن، أو باب قديم مغلق من القدم فتستعمل بعض الدهن أو بعض الشحم، وكان هناك أبواب ترفع وتنزل تدهن فتلين وتنزل وترفع بسهولة، جريسة يقولوا جريسة، واستعمل في دهن البشر، استعملت في دهن البشر بمعنى أن الشخص الذي لا يريد أن يقوم لك بالواجب تدهنه برشوة فيتحرك، ويقولون مدهن السر يسير، وهذا الدهن هو إفساد للبشر، إفساد، لأنه إذا لان اليوم يعود غدا أشد صلابة لأن شهيته تفتح، وهذا فيه مضيعة للأمم على الإطلاق. ليس هناك الآن في ما تراعيه وتراقبه المؤسسات العالمية مثل قضية الرشوة، لأن الرشوة تفسد كل الأوضاع، لا تجد إنسانا إلا وهو موضوع في غير مكانه، فتعجب لما حرم هذا ولما وضع هذا في غير مكانه، فلا يكون التفسير إلا أن الدهن هو الذي سير الناس إلى هذا، وبالتالي فالأمة تخسر الكفاءات، كفاءات كبيرة، إذا لم يكن هذا الرجل صالحا لأن يكون مهندسا ثم وجد أنه مسؤول على مهندسين كثر، ماذا تستفيد الأمة؟ قد يستفيد هو من أنه يجد نفسه في وضع مريح، لكن الأمة تخسر لأنها تضيع الكفاءات، ويرى أصحاب الكفاءات أنه لا قيمة للعلم ولا للمعرفة ولا الخبرة، فينكمشون وينزوون ولا يعطون، وبالتالي فحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرشوة هو حديث عن الدولة، حديث عن الإدارة، حديث لا يمكن أن يفهم في إصول أنك تعطي الإنسان درهمين من أجل أن يعطيك وثيقة،
يقول لك يا سيدي لابد ان هذه نعم على المدى، لان هذه الاشياء بعض المرات الاشياء تحل مشكله اليوم وتدير لك مشكله امامها كبيره جدا. ومشكله اليوم الكبرى هي مشكله الامس الصغرى التي لم تحل بالطرق التي كان يجب ان تحل بها، وهي المطالبه بالحق وايقاف المرتشي عند حده. ها، ولان التعميم هذا ولا انتم ما تشوفوا في هذا المسألة ما تحتاج، ما تحتاج إلى أن سيد الدليل في العالم الإسلامي كله. العالم الإسلامي الآن واحد من أسباب تخلفه هو هذا الأمر. إذن فهذا الدهن أو ففعل أدهن وداهن فيه معنى إبطان وإخفاء شيء وإظهار شيء آخر. هؤلاء الآن يقرؤون هذا القرآن، تبهوا هذا الوقفة القرآنية، يقرؤون هذا القرآن ويعرفون أن ما في هذا الكتاب حق، وأن الحجج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لوجوده، النار التي تورون، الماء الذي تشربون، ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الزرع الذي ينبت، ما تمنون، هذه أشياء كلها ذكر الله تعالى علامات على الخلق، والإنسان حينما يقرأها قراءة مستوعبة وهي لابد أن يقف أمامها معترفا بوجود الخالق. لكن الآن هو في وضع آخر وفي وضع عم فيه الفساد والكفر، فيحتاج هذا الإنسان أن يغيب عقيدته ويغيب عقله ويغيب ما وصل إليه فهمه لأجل أن يبقى له مع المجتمع صلة. هذا مجتمع يحب الكفر فهو يكفر، لا لأنه مقتنع بالكفر في الأصل، بل لأنها الكفر مقبول منه مطلوب منه. وهؤلاء هم مثل أولئك الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينكم. هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أوثانا، لماذا؟ مودة، لأجل أن لا يخرج الإنسان على فكر الجماعة، لأجل أن تقبله الجماعة، فيعبد الوثن إرضاء للناس لا اقتناعا بالوثن. ويداهن الإنسان لا لأنه يعرف أن الآخر على الحق، ولكن لأنه يريد أن يستفيد من الوضع ويستفيد من الظروف الموجودة. وإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة أي قيمة تبقى له؟ المفروض الإنسان ليس مصادما دائما أو معاكسا أو مشاكسا، لا، والإنسان يتعامل مع الناس بنوع من التؤدى ونوع من التحمل، ولكن حينما لا يبقى له مبدأ أصلا كما كان الناس يجب أن يكون، إذا كفر الناس يكفر، إذا زاغ الناس يزيغ، إذا سب الناس الدين يسبه، إذا تحدث الناس بكل شيء فهو معهم. إذن ما قيمته؟ الآن يشيع الآن خطاب عام، هذا خطاب يريد أن يحمل الإسلام كل ما يقع في الأرض، الإرهاب سببه الإسلام، هذه الفكر الظلامي والفكر القرآني الفكر المتنور، هذه خطابات الآن أصبحت الآن مكرورة. من أراد أن يظن أن يرى في أعين الناس معاصرا وفاهما وواعيا ومثقفا ومستوعبا فليطلق لسانه أو قلمه بهذا الكلام، قل تصف لا غبر عليك، تبريف زيادة. الأمة التي تهدم دينها والناس يبنون دينهم هذه تستحق أن تكون أمة؟ لا تستحق شيء أن تكون أمة. إدارة الإرهاب كل شيء يجب أن يكون ضد الإرهاب، الجميع يجب أن يكون ضد العنف. الأمة الإسلامية ليست لها صلة بالعنف، الأمة الإسلامية تعيش نتائج أخطاء سابقة وتعيش نتائج انحرافات سابقة ونتائج جهل موجود. حينما تكون أمة فيها 50% لا تقرأ ولا تكتب، ماذا تنتظر منها أكثر من أن تكون أمة غافلة؟ صحيح هذا الشيء كله، ولكن لا صلة للدين بذلك، بل إن القلة حصيلة هؤلاء من الدين هي السبب. حينما لا يكون إنسان اطلاع على الدين ينحرف،
ينجرف في هذا الاتجاه او في ذاك، قد يسب دينه، هل لانه يعلم الدين؟ لانه جاهل الدين. قد يؤذي الاخرين ويكفرهم لانه يعلم الدين؟ لانه لا يعلم الدين. ففي الحالات كلها يجب ان يتعلم الانسان الدين تعلما شرعيا وتعلما على ايدي العلماء. والدين الدين من الكتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي الدين كل مرة تصنع دين جديد او توجه معين هو الدين، لا، الدين هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وينظر الانسان في فهوم الفقهاء وفي اقوال العلماء وهو ينظر فيها، فما كان صوابا اخذه بدله انه صواب، وما يعتقد بانه خطأ او ليس موفقا فيرده، ولا ضير عليه في ذلك. ولكن المهم ان الدين هو هذا، له اصل كتاب، اصله هو كتاب الله وسنة رسول الله. فبقدر ما نتحقق من القرآن، بقدر ما نتصل بالقرآن، بقدر ما نغور ونسبح في عالم القرآن، بقدر ما نتحقق من الدين ونفهم الدين فهما حقيقيا. وإلا فإنك يمكنك أن تعيش على دين خطأ ودين موهوم ودين مقلوب. وبالتالي لا ينكر، لا يستنكر أن الإنسان من هذا القبيل، الإنسان الذي لا يعرف دين، يمكن أن يفعل كل شيء، يمكن أن يفعل كل شيء. المهم أن المجتمع ينظر إليه هو نفسه بمقياس الكتاب والسنة. فإذا كان هذا المجتمع ربما في مرة من المرات لظروف معينة انحرف أو انزلق، يبقى دائما ثابت هو القرآن والسنة. لا يدهن الإنسان فقط لأن الآخرين انحرفوا، لا يمكن أن يقول الإنسان كلاما يضرب به دينه لأن الآخرين يطلبون منه ذلك أو ينتظرون منه ذلك. أبدا، يجب أن يبقى مؤديا أو معتقدا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية، رافعا لفهم الشريعة الإسلامية، ويبقى مؤديا لهذا، يتعامل مع الناس بلطف، يتعامل مع الناس، ولكن لطف والحوار لا يعني أبدا التنازل عن الحق أبدا. يبقى اللطف والحوار والتعامل والتصحيح ونشر المعرفة، نشر المعرفة، هذه فقط هي الوصية التي يمكن أن يوصل. أيها الإخوة، لا يمكن أن نوصي مسلما الآن بأفضل من أن نوصيه بأن يتعلم، بأن يصير حب العلم، العلم الشرعي، شغفه الأول والأخير، أن يقرأ ما ينضج فكره، حتى لا يجد نفسه في نهاية المطاف قد ضاع، يمكن في لحظة من اللحظات يضيع الإنسان في دينه أو في دينه. فالقراءة والقراءة المستمرة والمتواصلة ضرورة الآن. ما بقاش ذاك الإنسان المسلم، ما بقاش يكفي ذاك الإنسان المسلم اللي عنده تدين عاطفي لا، لابد. وإذا كان الإنسان يتحمل مسؤولية، تبقى القراءة بالنسبة إليه آكد. الخطيب يجب أن يقرأ بالليل والنهار، إذا بغى يفيد، إذا بغى يطلع فوق المنبر بحق، يقرأ ليفيد الأمة، يقرأ ليبلغ رسالة، يقرأ ليدافع. لأن الآخرين يكتبون من وراء البحر الآن في أوروبا، ما يكتب شيء، كما قلت لك شيء كثير كثير يوميا ما يصدر عن المراجع الأخرى المناوئة الإسلام، تصدر الآن غريب، شيء غريب، حركة التنصير الآن في العالم الإسلامي، تعرفون أن صارت شيء واقع الآن، حركة التنصير أصبحت شيئا مخيفا في البلاد الإسلامية. كنا قبل نقول ما عندنا تنصير جوج ثلاثة ولا أربعة، لا، وعلاش؟ لأننا ما قمناش احنا بالواجب ديالنا في القرى، بوادينا الصغيرة كلها، وكاين شحال من واحد يشوف شي حاجة ويجي غادي يخطيني في راسي، أنا شداني في هذا الشيء، الله يهديه براسه، كاين يشوف عملية تنصير ويشوفها، ما يحاولش يقوم بواجب، واستنى حتى يجي الإمام الشافعي وهو يدافع عليك. أنت راك في القرية ديالكم الآن، القرى ديالنا في الضواحي، تشوفوا أشياء ماشي هي ديال التنصير وعمل توزيع كتب التنصير وكذا، وإنسان يشوف ما شاء الله، إلا يجي يمشي يجيب لك كتاب، وندير سي فلان، واش ندير سي فلان غادي نقعد لكم أنا في دارك، هذا كتاب الآن ديال التنصير، أنت خصك تاخذ الحذر ديالك وتنبه الناس. لأننا ما حنا الآن الدين أو هذه المجموعة ديال الأفكار التي رفضتها الدنيا، وربما ما بقاش تقبلها الآن،
نزرعوها هنا نستغلوا في الناس الجوع ديالهم والفقر ديالهم الحاجه ديالهم البحر واحد الحاجه ديالهم الفيزا واحد بغى يمشي يقطع نستغلوا كل هذا الشيء ونقولوا خذ واللي نصراني هذا الشيء راه يسري الان والناس سداج الناس ما قاريينش الناس ما يعرفوش الناس يمكن يتقلبوا في العقيده ديالهم ولكن حنا الان حنا السياج حنا يجب ان نقول للناس في المواقع اللي نكونوا فيها يجب ان نحفظ عقيده هذه الامه ودين هذه الامه وحنا ما عندناش الان وقت الحقيقه لي حتى لصراعات هامشيه ولا جانبيه ولا خلافات ما عندنا غرض بها ما تفيدنا حتى في شي حاجه ما انتقد لا زيد ولا عمر خليه عندك شغل ديالك وتقوم به لتحافظ على عقيده الامه تبحث تنشر القران شنو نقول لكم دائما ايها الاخوه دائما نقول لكم رجعوا للبوادي ديالكم رجعوا للجهات ديالكم خدموا القران الكريم نشروا القران الكريم فتحوا محلات واش المحلات غتبقى غير هذا الاسلام يبقى غير هكا تفرجوا فيه هو محفوظ غير هكاك كاين قريه ما فيهاش واحد يحفظ القران ماذا ننتظر منها اش تستناو استنى حتى يجي شي سافي ينزل عليك من السماء ويدير كل شيء هذوك الناس ويخليك تفرج وغدا تبقى تبكي راه فلان ولا نصراني وفلان ولا كذا وفلان ولا كذا المبادره لابد ان تكون من الامه والامه هي التي تصنع ما تريد ان تصنعه حينما تعتقد برسالتها وحينما لا تستسلم وحينما لا تسلم في دورها ان شاء الله في اللقاء او الدرس المقبل ساذكر لكم نماذج من ما يسميه الله تعالى المداهنه والمداهنه المعاصره كيف تتم وما هي سبلها ان شاء الله ساذكر ان شاء الله هذا كله متسع واذكر ان هذه المداهنه يجب على الاقل ان تكون واضحه ومفهومه للجميع حتى يستعد الجميع ليقوم بواجبه ونهض بواجبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.